توي كتأخرنا خاطر المشاريع هذوما بدينا فيهم احنا من 2015 وثم شويه تاخير في الحكايه، وان شاء الله توي كنجموا نتجاوزوا مع الاشكاليات اللي تسبب في التاخير ونقدموا فيها، خاطر نتصور انا اللي توي كيما ثم الجوازات السفر توي الاجباري يكون عندهم كل كزونه مرزاد هذيك اللي في الباسبور ملوطه ولات اوبليغاتوار، توي ينجم يصير في القريب العاجل يقول لك راه ماش باش نجم تتنقل من غير ما يكون عندك جواز سفر بيومتري، دونك لازمنا في ساعه نزبر واحنا باش نواكبوا التطورات هذوما، لازم نشوفوا الحمايه المعطيات الشخصيه هذه ما تكونش على حساب التطور التكنولوجي.